بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وشرككم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. كما تشوفوا وصفة اليوم بسيطة وغاية لذيذة جدا بطريقة خاصة، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ما نطولش عليكم حبيباتي، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو مباشرة حبيباتي في طريقة التحضير. نحصل الحل تاعنا بعد ما خرجناه من الكونجيلاتور من قبل وتحل وهكاك، ونزيد شوية الماء كما تشوفوا. راح نحطوه في البرمة حتى ينشف هذاك الماء، ينشف مليح باش نبداو نحطو الزيت نتاعنا والتوابل. هاو حبيباتي بعد ما نشف تماما راح نديرو غير شويه تاع الزيت، لان كيما تعرفوا اللحم الغني ما يلحقش الزيت بزاف لانه فيه شحم. نجيبو راس كبير من الثوم نبرشوه مبروش بالفوطي تاع النبره تاع الخشن. انا ما درتش البصل العجائن، نحط غير الثوم، تجي رائعة. نجيب التوابل تاعنا والملح والكروية والكركم والفلفل الأكحل، قليل جدا من الزعتر باش يعطينا نكهة جيدة مع الصوص. ملعقتين كبيرتين من الطماطم المصبرة، وكي تعود مش حمرا بزاف كيما نتاعي ديرو ملعقتين ونصف، لأن السباجيتي تاعنا تحب تكون حمرا بزاف. نخلط المكونات جيدا، نحركها جيدا مع التوابل اللحم تاعنا والطماطم حتى يدخل لها البنة، وما نساوش ثلاث ورقات من ورق موتى أو ورق الغار يعطي بنة جيدة في الليفات العجائن بجميع انواعها. ما تخليش جيدا حبيباتي، احنا نبداو نمرقو فيها حيث ما يغطي ليه اللحم تاعنا باش يطيب. في هذا الوقت وهي تغلي راح نجيبو الحميصة تاعنا، لان الحميصة تغطي بزاف السباجيتي تاعنا. ديجا هي كانت مشمسة في الكونجيلاتور يعني ماهيش طايبة، رايحة نحطها مع اللحم باش تطيب معاه جيس جيس. نغلق عليها ونرجع لكم. تغلي مليح قبل ما نقفلو عليها كما قلت لكم. نجيبو ملعقة من الهريسة، اللي يحب الهريسة تجي حارة، اللي ما يحبش يستغنى عليها. الباكيتي تاعنا قاعدة تصير حبيباتي، نديرو الماء يغلي، نحطو فيه ملعقة من الملح وملعقتين أو ملعقة من زيت الزيتون. نقصو الباكيتي تاعنا إلى اثنين، تكون نوعية جيدة ورقيقة من الأفضل ما تكونش خشينة. نحطوها في الماء تطيب لمدة من 7 إلى 10 دقائق فقط. أو حبيباتي السباجيتي تاعنا بعد ما طابت صفيناها في الكسكاس، زدنا لها الماء البارد غسلناها به باش تجي كل حبة وحدها وتنحالها كل النشا. خذت من الوقت تاعنا 8 إلى 9 دقائق. راح نحط فيها ملعقة من الزبدة باش تحافظ دائما على الحبات نتاعها وتعطي لمعان. من بعد كي نحطوها في لاصوص نحركها جيدا كما تشوفوا. هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه تاع المرقة تاعنا، هذا المقدار اللي تحطوه. واللحم تاعنا طاب زبدة كما تشوفوا. راح نحي في صحن وحده ونحط القرون تاع الفلفل الحار حتى 3 دقائق فقط ونطفيو عليها. مش نطفيو عليها، راح نحطو فيها السباجيتي تاعنا، المهم يطيب لنا شويه الفلفل تاعنا.
ونحيو اللحم تاعنا في صحن وحده لانه ضار. تحبوا تنحيو حتى الحمص للزينه، تحبوا تخليوه مع اللاصوص يتخلص من بعد مع المكرونه تاعنا او السباجيتي تاعنا. كما تشوفوا هاي اللحمه تتقسم بسهوله، طايب اللحم مليح مليح، ونخليوها كما قلت لكم حتى 3 دقائق يتكسر لنا هذا الفلفل. وبعد نحط السباجيتي تاعنا، نحطو السباجيتي تاعنا نخلطوها جيدا مع لاصوص هذيكا كما تشوفوا، نخليوها نغلقوا عليها حتى 5 دقائق باش تدي البنه مليح مع لاصوص. وبعد نقدموها لكم في صحن التقديم. وصلنا مع نهاية الفيديو حبيباتي، هتزين كما تشوفوا اختياري اللحم الحمص، تخليه حتى شوية تاع لاصوص حطوها لخليها شوية مبلولة ماهيش شايحة، مع الفلفل الحار ومع المعدنوس. ان شاء الله ها وصفة اليوم عجبتكم ونالت رضاكم، مع انتظار وصفات اخرى في الايام القادمة. انتظرونا، مقررا نقولكم في امان الله وحفظه، مع السلامة.